اهلا بحضراتكم من جديد، وهنبدا معاكم كالعاده من فقره اغلفه الصحف العالميه، وهنروح لانجلترا ونشوف بيقولوا ايه بعد ما سولشاير بقى المدير الفني الدائم لفريق مانشستر لعقد بمده 3 سنوات. هنبدا معاكم في الميرور الانجليزيه ونشوف كاتبين ايه. واول تصريح لسولشاير بعد التجديد قال ساجعل اليونايتد رائعون من جديد، وسولشاير يهدف للحصول على اول لقب دوري لليونايتد منذ 2013. وساوث جيت المدير الفني للمنتخب الانجليزي قوموا ببيع ويمبلي لتطوير ارضيه مختلف الملاعب. تصريح قوي جدا، لكن يعني بنتكلم وبنقول لو ساوث جيت بيتكلم على تطوير الملاعب وارضيه الملاعب، امال احنا نعمل ايه؟ نروح لمترو الانجليزيه ونشوف الاخبار، وكالعاده بيتكلموا على سولشاير، وهذه فقط البداية. سولشاير يهدف للفوز بلقب الدوري بعد تعيينه كمدرب دائم لمانشستر يونايتد، وأيضا زي ما حضراتكم شايفين سيلفي النجوم للسبيرز أو لفريق توتنهام. تليجراف الإنجليزية، وسولشاير معه زمام الأمور، وسأعيد لقب الدوري لأولد ترافورد مجددا، هذا ما وعد به المدرب الدائم والجديد ل مانشستر يونايتد. الجارديان بتقول سولشاير ايضا معه زمام الامور، وطبعا كان هذا دائما حلمي الابدي انه يكون مدرب مانشستر يونايتد، وحلمه اتحقق زي ما اتحقق وهو لاعب ونجم كبير في صفوف مانشستر يونايتد. جريده ذا صن الانجليزيه، الفوز باللقب والا ساستقيل، ايضا اول تصريح لسولشاير بعد العقد اللي كان مدته 3 سنوات. سولشاير ينال مهمة اليونايتد وتحذير من المشاكل ومخاوف من صفقة كالوم، وطبعا هاري كين هو القائد لفريق توتنهام في مباراة ليفربول يوم الحد القادم في مباراة قوية جدا. نروح للديلي اكسبرس ونشوف كاتبين ايه. سولشاير كالعادة سأعيد اليونايتد للقمة مجددا، والفوز بلقب الدوري هو هدف سولشاير الأول، وساوث جيت ينادي لبيع ملعب ويمبلي. نروح إلى أسبانيا والصحف الأسبانية، ونبدأ معاكم بجريدة الماركا. وطبعا كاسيميرو زي ما حضراتكم شايفينه هو متصدر الغلاف، وتصريح بيقول على لسانه زيدان لم يغادر أبدا. طبعا علاقة طيبة ما بين زيدان وكاسيميرو. كاسيميرو أو زيدان هو سبب في إعادة كاسيميرو من الإعارة في الدوري البرتغالي، وأنه يسطع نجمه من جديد مع فريق ريال مدريد والدوري الأسباني. طبعا أيضا كاسيميرو بيقول واللي فشلوا هذا الموسم هم نفسهم اللي تواجدوا ب4 بطولات دوري أبطال أوروبا خلال 5 سنوات. وأيضا قال أن زيدان أكثر من مجرد مدرب، وفينيسيوس جونيور ساحر رغم أنه يبلغ من العمر 18 عام فقط. موندو ديبورتيفو الأسبانية، وطبعا جنون الصين، أول مرة وجه لوجه ما بين ميسي وولي في ديربي كاتالونيا. طبعا سيتم بث المباراة في 11:15 مساء بتوقيت الصين، ويأملون أن يحقق هذا الديربي رقما قياسيا في المشاهدين في البلد الأسيوي. نروح لسبورت الأسبانية ونشوف كتبت ايه على كوتينيو. كوتينيو فكر في الرحيل عن برشلونه. اللاعب بدا بالتفكير في الرحيل عن برشلونه في نهايه الموسم، واخبر زملائه في المنتخب البرازيلي بذلك، لكنه لم يخبر النادي باي شيء حتى الان. نروح لقصه الاسبانيه، وكلام جديد على صفقات ريال مدريد، وكوليبالي في حاله مغادره فاران للملكي. زيدان لديه خطة في الخط الدفاعي في حال مغادرة فاران، وهو التعاقد مع مدافع نابولي البالغ من العمر 27 سنة واللي طوله 1.87 متر ب70 مليون يورو حسب قيمته في السوق. وأيضا شهد وكيل أعمال كوليبالي في أسوار البرنابيو يوم الخميس اللي هو امبارح. الصحف الإيطالية، ونروح لتوتو سبورت الإيطالية، و أول خبر يا لها من منافسة بين يوفنتوس وبرشلونة على الصفقات اللي حضراتكم شايفينها. طبعا في الصورة بول بوجبا، وأيضا دي ليخت اللي لسه ما تمش حسم انتقاله سواء لليوفنتوس أو لفريق برشلونة. انتقال مع رق الدوري الأبطال المحتمل إلى السوق
سباق ساخن مع دي ليخت وبوجبا وروبن دياز، وباريس سان جيرمان يريد دوغلاس كوستا من اليوفنتوس ورونالدو، واخباره عن الاصابه هيكون في مزيد من الاختبارات اليوم. كوريري ديلي سبورت الايطاليه، كونتي مجاني. طبعا كونتي متاح حاليا انه يدرب اي فريق موجود في العالم، وبالتالي الفرق الايطاليه هي الاولى بكونتي المدير الفني الايطالي والمدير الفني الكبير جدا اللي كان عنده سوء حظ مع تشيلسي في الفتره الاخيره. كونتي يبدا اجراءاته القانونيه ضد تشيلسي علشان يتقاضى باقي فلوسه او باقي المرتب اللي كان بيتقاضاه بعد ما تشيلسي اقاله الموسم الماضي. طبعا المدرب السابق في محكمه لندن طبعا طلب بدفع تعويضات بقيمه 20 مليون يورو، ويمكن ان يعود قريبا الى سوق التدريب. لجازيتا ديلو سبورت الايطاليه، رونالدو يبدا التشغيل، كريستيانو يعمل حيث انه يهدف الى التواجد في مباراه اياكس ويوفنتوس لكن بحذر، والتحدي مع منافسيه طبعا بيوتيك وكواليريلا في صراع على الهدافين. كواليريلا طبعا بيتالق مع منتخب بلاده، وايضا بياتيك المهاجم البولندي اللي بيلعب في اي سي ميلان، وبالتالي صراع شرس جدا مع كواليريلا وبياتيك في المنافسه على لقب الهداف، وايكاردي وانتر واتفاق دوري ابطال اوروبا، وموريتو انضم مجددا لقائمه الفريق بين الابتسامات والمباريات المصغره مع زمايله، والان هو متاح لمباراه لاتسيو، وهيغيب لوتارو ومارتينيز لمدة أسبوعين، وهيغيب عن مباراتين على الأقل. ده بالنسبة لإيكاردي مع فريقه فريق إنتر ميلان. أخيرا نروح للصحف الفرنسية، وآخر صحيفة صحيفة ليكيب الفرنسية، وأكيد بتتكلم على باريس سان جيرمان ورغبة باريس سان جيرمان في خطف لاعبين من سواء أولمبيك ليون، والتاني هيكون من نابولي في فترة الانتقالات الصيفية، وهم اتنين بيلعبوا في خط الوسط طبعا ندومبلي والبرازيلي لوريرو. هنشوف باريس سان جيرمان هيقدر يعمل ايه من خطف الاثنين لعيبه اللي قلت لحضراتكم عليهم. طيب خلصنا مع حضراتكم فقره اغلفه الصحف العالميه، هنروح ونشوف بقى ونفكر حضراتكم باهم المواجهات اللي هتكون موجوده بدايه من بكره ان شاء الله في الدوريات العالميه، ونبدا معاكم كالعاده بالدوري الانجليزي، ونبدا معاكم من يوم السبت، واول لقاء هو اللقاء هيكون الساعه 2:30 ما بين فريق فولهام ومانشستر سيتي، هيكون اولى لقاءات الدوري الانجليزي بكره ان شاء الله. بعديه الساعه 5 مباراه ايضا قويه جدا ما بين مانشستر يونايتد وواتفورد الساعه 5 على ملعب الاولد ترافورد، وده هيكون ختام لقاءات يوم السبت. نبدا معاكم من يوم الاحد الساعه 3:05 كارديف سيتي امام تشيلسي، تشيلسي هيلعب بره ملعبه وفرصه اخيره لموريسيو ساري. اما الساعه 5:30 المباراه قمه الدوري الانجليزي وما بين ليفربول وتوتنهام هوتسبيرز اللي هتكون الساعه 5:30. يوم الاثنين هتكون اخر مواجهات الدوري الانجليزي في ايضا مباراه قويه جدا تجمع ما بين تاريخين كبار جدا في الدوري الانجليزي، ارسنال ونيوكاسل الساعه 9 بتوقيت القاهره. دايما سبت وحد في الدوري الانجليزي بيكون الماتشات كلها بتبدا من الساعه 2، لكن في وسط الاسبوع لو اضطروا ان يكون في بعض اللقاءات المؤجله بتتلعب الساعه 9 او الساعه 10 كمان سواء في الدوري او في الكاس. نروح لاسبانيا والدوري الاسباني اللي هيعود ايضا غدا من بكره ان شاء الله، اولى المواجهات المهمه هتكون ما بين برشلونه واسبانيول الساعه 5:15 في ملعب الكامب نو، ايضا الساعه 7:30 سيلتا فيجو وفياريال، واخر لقاءات يوم السبت ديبورتيفو الافيز هيلاعب اتلتيكو مدريد الساعه 10:45. يوم الاحد ايضا في مواجهات مهمه جدا، اول مواجهه اشبيليه امام فالنسيا في مباراه قويه جدا الساعه 4:15 بتوقيت القاهره. ايضا يوم الاحد ريال مدريد وهوسكا الساعه 9:45. نروح للدوري الايطالي وابرز المواجهات، لكن الدوري الايطالي زي ما حضراتكم عارفين انه خلاص اليوفنتوس بات قريبا جدا من حسم البطوله، ويوفنتوس هيبدا اولى المواجهات يوم السبت الساعه 7 امام فريق امبولي، طبعا هيغيب عن المباراه كريستيانو رونالدو. سامبدوريا وميلان الساعه 9:30، ويوم الاحد الديربي ومباراه قمه ما بين روما ونابولي، مش ديربي لكن مباراه قويه جدا ما بين الفريقين روما ونابولي الساعه 3، هكونوا على ملعب الاولمبيكو.
أما إنتر ميلان هيلاعب لاتسيو أيضا يوم الأحد الساعة 8:30. يبقى يوم الأحد في الدوري الإيطالي هيكون قوي جدا، وفي مواجهات ما بين روما ونابولي وإنتر ميلان ولاتسيو. هنروح بقى مع حضراتكم سريعا لآخر الأخبار علشان نتكلم معاكم باستفاضة عن الأخبار اللي موجودة في الكرة العالمية، وأيضا إيه الأخبار اللي موجودة